لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة نتناول مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بفقه الخطيب والخطبة، وهذه المسألة هي مفهوم قصر الخطبة وطول الصلاة. مفهوم قصر الخطبة وطول الصلاة، يعني عندنا مسألتين هنا في هذا، هذه المسألة تتناول أمرين، يعني أمر الأول قصر الخطبة، الأمر الثاني طول الصلاة. ما هو مفهوم ذلك؟ يعني البعض ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، والبعض يذهب يعني إلى جهة والبعض الآخر إلى جهة أخرى في مفهوم طول قصر الخطبة ذاتها ومفهوم طول الصلاة ذاتها، ولذلك ربما تتفاوت الآراء. فنجد بعض الناس يرى أنه قصر الخطبة ينبغي أن تكون مثلا، يعني الخطبة 10 دقائق مثلا، وبعض الناس يرى أنه قصر الخطبة ينبغي أن يكون مثلا نصف ساعة أو أكثر، أو بعض الناس يرى أنه طول الصلاة مثلا يكون في صلاة الجمعة فقط، وبعض الناس يقولون لا، إنما المقصود هنا طول الصلاة عموما وليس المقصود طول صلاة الإمام يوم الجمعة فقط. فهذا هو الذي يدور حوله يعني الحديث بإذن الله تعالى. قال: هذه مسألة مهمة يغفل عنها عدد من الخطباء ليس بالقليل، ألا وهي مسألة قصر الخطبة وطول الصلاة. فالناس فيها بين الإفراط والتفريط إلا من رحم الله، وبعضهم يطيل إطالة مملة فيخالف بذلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون يقصرونها قصرا مخلا بحيث تقل فائدتها المرجوة منها. وسبب ذلك هو عدم فهم الحديث الوارد في هذه المسألة فهما صحيحا. يبقى هذا الحديث الناس فيه ربما على يعني طرفي نقيض، إنه بعضهم يطيل الخطبة جدا، أو بعضهم يقصر الخطبة جدا، أو بعضهم يطيل الصلاة جدا ويقصر الخطبة جدا ونحو ذلك. فما هو المفهوم لقصر الخطبة وطولها وطول آسف الصلاة؟ قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني طولت شوية. قال: فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، إن من البيان سحرا. ويعني الشيخ محمد أبو زهرة ذكر كلاما، يعني نقل الشيخ عنه كلاما جميلا عن مسألة طول الخطبة وقصرها. قال: خطب الخوارج في جملتها أميل إلى الطول، لما كانت تشمل عليه من الحجج والأدلة والمآخذ على حكم الأمويين وإعلان مساويهم. فترى خطب أبي حمزة الشاري وقطري دول من الخوارج يعني، وغيرهما من خطباء الخوارج فيها الطول واضحا، وقد رويت مع طولها، ونقلتها المصادر الأدبية كالبيان والتبيين والعقد الفريد والأمالي والكامل، فدل ذلك على نفاستها وجودتها. يعني خطب طويلة وفيها يعني قوة. نعم. يقول: وخطب الوعاظ والزهاد كالشعبي وابن سيرين والحسن البصري أميل إلى الإيجاز، أخذا بمذهب السلف الصالح ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طول الخطبة،
ولخوفهم من أن تكون الإطالة ثرثرة وتفيهقا وتشادقا، وكل ذلك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وخطب الأمويين ومن والاهم ومن كان على شاكلتهم فيها الطويل المفرط في الطول، وفيها المتوسط، وفيها القصير المفرط في القصر. وذكر أيضا في كلامه مثال على اللي هو المفرط في القصر. قال: وكان بعض الخطباء يعمد إلى ذلك النوع من الإيجاز من غير ضرورة ولا ارتجاج. يعني بيقول إن حتى إن بعضهم كان يلجأ إلى الخطب القصيرة جدا جدا من غير ضرورة ولا ارتجاج، يعني إنه اختلط عليه الكلام فيقوم يختصر نظرا لأن الكلام ارتج عليه. يقول: كما فعل يزيد بن المقفع عند أخذ البيعة ليزيد بن معاوية، إذ قال أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، فإن هلك فهذا إلى، وأشار إلى يزيد، فمن أبى فهذا، وأشار إلى سيفه. هي دي الخطبة، خطبة أخذ البيعة ليزيد ابن معاوية. إنه وقف يعني يزيد بن المقفع وقال أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، وإن هلك فهذا، أشار إلى ابن معاوية يزيد، فمن أبى فهذا. خلاص دي الخطبة، فوجيزة جدا جدا، وهي فيها نوع من إظهار قوة يعني تعبير، لكنها وجيزة جدا يعني. فقال معاوية: اجلس فإنك سيد الخطباء. يعني أنت خلصت الموضوع في كلمات يعني موجزة جدا. قال: وربما كان يدفعهم إلى ذلك التطويل المفرط والقصر المفرط قصد التفنن، قصد التفنن وبيان البراعة وإثبات قدرتهم على الوفاء في الطول من غير إملال، وعلى الإيجاز الذي يعد الأكثرون البلاغة فيه. وليس معنى ذلك أن تطويلهم وإيجازهم لم يكن مراعيا فيه مقتضى الحال، بل إن مراعاة المقام كانت ثابتة في كثير من أقوالهم، ولكن حرصهم على الاشتهار بالبراعة كان لا يقل عن حرصهم على ملاحظة المقام، لأن القول صار غرضا لذاته في ذلك العصر. يقول: وقد كره الشافعي إطالة الخطبة، وقال ابن حزم: ولا تجوز إطالة الخطبة، وقال النووي: المراد بالحديث أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين، وقال النووي: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكانت خطبته العارضة اللي هي مش يوم الجمعة، يعني في أي وقت ممكن يخطب في الناس، دي خطبة عارضة، أما يوم الجمعة هذه الخطبة الراتبة. قال: وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. طيب، هنا تأتي معنا مسألة، أو يعني يأتي هنا معنا يعني أمر مهم جدا، وهو العلماء يتكلمون على تقصير الخطبة وعدم إطالتها. طيب، ما هو مفهوم التقصير؟ ويعني كم يكون مثلا زمن الخطبة تقديرا مثلا بالزمن العصري الموجود عندنا؟ الحقيقة أنه لم يرد شيء محدد يدل تحديدا يعني قاطعا على زمن محدد للخطبة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا بحسب حال الناس. لكن طيب، ما هو الأقرب ما يقال في ذلك؟ وهل التقصير هو فعلا هو الديدن الدائم؟ وإلا الكثير من الناس يعتقد أنه حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقه مئنة، يعني الخطيب أنه يلزم الخطبة تكون قصيرة دائما مثلا، فهذا في الحقيقة ليس هو المفهوم الصحيح.
وإلا قد وردت بعض الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطولها وكان أحيانا يقصرها. فإذا هي ليست على نمط واحد، إنما الأمر يرجع إلى حال الناس. لكن الأمر المهم أنها ليست إذا طالت تكون بالطول الذي يشق على الناس، طول الذي يشق على الناس. بعض العلماء المعاصرين قدر هذا بنحو 20 دقيقة أو 30 دقيقة ونحو ذلك، لكن الأمر في الحقيقة يعني يرجع إلى أن هذا الطول إذا طول لا يكون فيه مشق على الناس، التقصير لا يكون مخلا يخل بالمعنى. مما يدل على أنه ورد، يعني بعض ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما طالت خطبته، ليس كما هو المفهوم عند البعض أن هي قصيرة قصيرة على الدوام ونحو ذلك. ما رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: أول من خطب قائدا معاوية حين كثر شحم بطنه. أول من خطب قاعدا معاوية، طيب هو هيضطر يقعد ليه؟ لأنه لو كانت الخطبة قصيرة جدا مش هيحتاج إلى الجلوس. طيب هل شاهد معاوية ده هو ده اللي احنا بنستدل بيه؟ هو طبعا من بين الأدلة، لكن هناك ما هو أقوى منه، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الأثر مرسل يعضده ما رواه سعيد بن منصور عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية. طيب إذا عثمان كان بيجلس أحيانا لما يتعب، فلو كانت الخطبة قصيرة جدا زي ما البعض يحاول يصورها مثلا خطبة 10 دقائق ونحو ذلك، فما كان يحتاج إلى الجلوس عثمان رضي الله عنه. طيب ما زلنا ربما نقول فين الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إن شاء الله تعالى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، ثم فعل ذلك عثمان حتى شق عليه القيام، فكان يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا ثم يقوم فيخطب الآخرة قائما. هذا أيضا كله يشير إلى أنها ليست قصيرة القصر يعني الشديد. قال: فيفهم من هذه الروايات كلها أن الخطبة ليست قصيرة جدا كما يظن البعض، لأنها لو كانت كذلك لما شرعت جلسة الاستراحة مثلا. هذا من الشواهد، يعني لو كانت الخطبة قصيرة 10 دقائق ونحو ذلك ما كانت تحتاج راحة في الوسط، بل راحة النبي صلى الله عليه وسلم وسط الخطبة تدل على أنها ليست قصيرة على هذا النحو. ومما يؤيد أن الخطبة ليست بالقصيرة القصر المفرط الذي يفهمه بعض الناس اليوم، ما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة السجدة. قرأ سورة السجدة. طيب سورة السجدة دي حوالي 3 وجوه وكسر، دي على الأقل كده عشان يقرأها عمر بتلاوته، أقل تقدير إنها يقرأها في 10 دقائق بل ربما يزيد، فضلا عن أنه يقول مقدمة، فضلا عن أنه يقول معها بعض التنبيهات والشروح أو نحو ذلك. وسيد كل هذه الأدلة أيضا ما رواه الإمام مسلم عن أم هشام رضي الله عنها أنها قالت: حفظت سورة قاف من في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة صلى الله عليه وسلم. وهي تقصد كل جمعة محمول على يعني كثير ما كان يكررها كل جمعة. طيب سورة قاف عشان يقرأها الإنسان كاملة وبترتيل النبي صلى الله عليه وسلم ربما تصل إلى 10 دقائق مثلا. طيب وكان يقول مقدمة، وكان يقول معها بعض ربما التنبيهات ونحو ذلك في كل ما يقرأها، فهذا في الحقيقة في كله يشير إلى ذلك، أي أنها ليست قصيرة بالقصر المخل الذي ربما ينادي به البعض، وربما يزعم أنه هذه خطبة يعني الرسمية ونحو ذلك، وهذه الخطبة القانونية وكذا، وتعبيرات يعني فيها نوع من الفجاجة، فهذا غير صحيح. وإنما الأمر يرجع إلى يعني حاجة الناس ومفهوم الطول في الخطبة، ألا تكون طويلة تشق على الناس، وألا تكون كذلك قصيرة
تخل بالمعنى. طيب تأتي هنا مسألة أخرى تتعلق بالحديث، وهو أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. طيب طول صلاته هل المقصود بها صلاة الجمعة ولا عموم الصلاة؟ الحقيقة العلماء ذكروا يعني، أو الشيخ ذكر هنا كلام للعلماء في هذه المسألة، ورجح وأورد كلاما كثيرا لبعض أهل العلم أن المقصود بالحديث عموم الصلوات وليس صلاة الجمعة فحسب، لأن البعض يظن أن طول صلاته يوم الجمعة، يعني أنه لابد يكون الصلاة يوم الجمعة طويلة، وبعضهم ربما قال تكون أطول من الخطبة ونحو ذلك. والأقرب أن المقصود به طول صلاة الرجل، يعني الرجل لما يصلي في صلاته صلاته طويلة، هذا إنسان يدل على أنه إنسان عنده فقه، لما يصلي بيصلي صلاة طويلة في صلواته، يعني هو لنفسه. وإذا خطب خطب خطبا قصيرة ليست فيها ملالة وطول ونحو ذلك. قال: ولم أقف على ما يدل صراحة بأن المراد صلاة الجمعة مع خطبتها، فيحتمل أن يكون المعنى إن طول صلاة الرجل في أي صلاة وقصر خطبته مئنة من فقه، في أي صلاة، لا أن ركعتي الجمعة تكونان أطول من الخطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند مسلم في صحيحه أنه قرأ سورة قاف كاملة في الخطبة. ومما لا شك فيه أن قراءتها ترتيلا يجعلها أطول من ركعتي الجمعة، إذا لم يقرأ فيها إلا بسبح والغشية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأ على المنبر سورة القاف مع المقدمة نحو ذلك، وقرأ في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية اللي هي أيضا كثيرا ما كان يقرأها، بلا شك أن الخطبة هتبقى أطول من الصلاة، مما يدل على أنه ليس المقصود أن تكون صلاة الجمعة أطول من خطبة الجمعة، وإنما المقصود أن تكون صلاة الرجل أو تكون صلاة الرجل في عموم حاله طويلة، هذا مما إنت في فقه هذا الرجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر كلاما طيبا ذكره هنا الشيخ حول هذه المسألة. قال الشيخ: ولعلي أستأنس بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أن الظاهر من الحديث هو ما ذكرته من أنه عام بالنسبة إلى عموم الصلوات، ليس صلاة الجمعة وحدها. فقد قال رحمه الله عن حديث عمار في قصر الخطبة وطول الصلاة، فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها. وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان اللفظ عاما فظاهر. يقول: فتبين من كلام الشيخ رحمه الله أن الظاهر من الحديث هو بالنسبة إلى عموم الصلوات وليس بالنسبة إلى صلاة الجمعة، هذا ما ظهر لي والعلم عند الله تعالى. يعني لعل يعني كذلك مما يشير إلى أن الخطبة لم تكن أيضا قصيرة جدا كما يظن البعض، أيضا حديث عمر رضي الله عنه هو حديث صحيح، وفيه أنه كان عمر رضي الله عنه يقرأ سورة النحل على المنبر، وأيضا سورة النحل سورة طويلة، فلو قرأها على المنبر ربما يصل يعني ربما زمن قراءتها إلى نحو ثلث الساعة، فضلا عن المقدمة وتعليق وهكذا وتذكير للناس ونحو ذلك، والله أعلم. لكن خلاصة يعني القول في ذلك أن الخطيب لا ينبغي أن يطيل إطالة تشق على الناس، ولا كذلك تقصير يعني يخل بالمعاني وما يراد من الخطبة بحجة أن هذا من يعني علامات فقهه، بل من علامات فقهه أن يوازن بين الأمر وينظر في أحوال الناس، فلا يشق عليهم بطول ولا كذلك أيضا يخل بقصر يعني يمنعهم من الفائدة، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.